بالنسبه فعلا لترتيب الاهلي والاسماعيلي في جدول الترتيب ده ما يهمش، يبقى الاسماعيلي هو الاسماعيلي، ويبقى ان دي مباراه مهمه جدا وثلاث نقط مهمه لازم ناخد كل النقط قبل طبعا. قبل كمان فتره التوقف الدولي، ولازم ترجع لمكانك الطبيعي في الدوري. يعني طبعا يعني هي مباراه شيء ابينا ما لهاش علاقه بالترتيب، انت بتتكلمي على واحد من كلاسيكات البطوله المصريه. وخدي بالك انه حتى الفرق اللي بتبقى صاعده من الدرجه الثانيه واول سيزون ليها في دوري الممتاز بتيجي قدام الاهلي وبتلعب ماتشات كبيره، فنتوقع ان شاء الله انها تكون مباراه حلوه وممتعه في الاول والاخير، ونتمنى ان شاء الله التوفيق طبعا للنادي الاهلي. نتابع اخبارنا مع حضراتكم، وهنروح الاول لمنتخب مصر اللي بيستعد لماتشين مهمين جدا في نهايه الشهر ده. هي يمكن كابتن حسام البدري يعني المدير الفني للمنتخب اعلن بالفعل عن قائمه اللاعبين المحترفين خارج مصر، والمفترض ان هم ينضموا لمعسكر المنتخب، معسكر المنتخب المقبل عشان مواجهه كينيا وجزر القمر اللي هيتلعبوا يمكن فاصل الزمن بينهم 4 ايام، 25 29 مارس على وجه التحديد، وده طبعا في اطار منافسات دي جولتين الاخيرتين طبعا في تصفيات افريقيا اللي بتاهل لكاس امم افريقيا في الكاميرون. 6 لعيبه محترفين في الخارج هينضموا للمنتخب: محمد صلاح من ليفربول، محمد النني من ارسنال، احمد حجازي من اتحاد جده، ومحمود حسن تريزيجيه من استون فيلا الانجليزي، احمد حسن كوكا من اولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد طبعا المتالق مع جلاتا سراي التركي. المنتخب يدخل معسكر مغلق بدايه من يوم 20، ينضم اللاعبين يوم 21 و22 حسب مشاركتهم مع انديتهم في سواء المحليين في البطولات القاريه او المحترفين طبعا مع انديتهم في البطولات المختلفه.